ومع بدء العد التنازلي لانطلاقة سباق الفورمولا 1 بدأت تذاكر دخول السباق بالنفاذ، حيث امتلأت بعض المنصات بالكامل، فيما سجلت مراكز البيع خلال الأيام الماضية إقبالا كبيرا من قبل محبي هذا السباق. شغف كبير وحركة بيع لا تتوقف في كافة قنوات ومنصات بيع التذاكر مع اقتراب موعد جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج الفورمولا 1، والتي ستنطلق غدا وسط حماس كبير من قبل محبي هذه الرياضة. إقبال على التذاكر أكثر من رائع. هالسنة بدينا البيع من وقت أكثر من أي سنة، بدينا في نوفمبر، وكان من أهم المميزات إن إحنا أعلننا عن الحفلات من وقت، فهذه شجع الناس إن هم يشترون من البداية. البيع هالسنة طبعا أحسن من الأعوام الثلاثة السابقة على الأقل. شهدنا من شهر مقرات الضيافة للشركات تم بيعها بالكامل، المنصة الرئيسية تم بيعها بالكامل، منصة الجامعة تم بيعها، بعض الأماكن القليلة المتبقية في المنصات الأخرى. في هذا الموسم ارتفعت نسبة المبيعات مقارنة بالفترة نفسها في العام الماضي، وسط إقبال متزايد من الجماهير القادمة إلى البحرين من مختلف أنحاء العالم، وخصوصا من المملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية. نشهد كل سنة زيادة في الحضور الجماهيري من أوروبا ومن إخواننا في المملكة العربية السعودية طبعا والخليج، بس على الأخص يعني في المملكة العربية السعودية، فهذولا يمكن من المملكة المتحدة ومن المملكة العربية السعودية يمثلون أكبر نسبة سواء من أوروبا أو من الخليج. فعاليات متنوعة أعلن عنها في وقت سابق حركت مشاعر محبي هذه الرياضة وجعلت البحرين خيارهم المفضل لمشاهدة السباق على أرضها. أكثر شيء ممكن كتير يجذبني للعائلة النشاطات اللي بتنعمل برا. أنا أكيد كتير أكثر متشوق فوت على السباق الداخل. طبعا هذا حدث عالمي وإجل عنا الهان على البحرين، وهذا شيء كتير منفتخر فيه. إحنا حريصين جدا إن نكون حاضرين للسباق، وإن شاء الله متأكدين أن التنظيم وكل الفعاليات اللي راح تكون من ضمن السباق بتكون دائما في المرتبة أولى وتكون مميزة. دائما أخذ تذاكر حق بناتي وأفاجئهم ويستانسون، وأشوف الناس كلهم يجون من جميع الدول، يعني هذه حدث عالمي والكل يحضر في البحرين ويشاركون، وإحنا بعد هالبحرينيين لازم نشارك معاهم ونستانس وياهم. أبغى أجي البحرين عشان أشوف فريق الفراري يفوز